على رمال الصحراء بمحاذاة قاعدة السارة في أقصى الجنوب الليبي عثرت مفارز من اللواء 128 تابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة على بقايا جثمان ملقى على الرمال. رجحت العناصر الأمنية مضي عقود من الزمن على وجوده في هذه الحالة نظر إلى الشكل المهترئ للجسد عند العثور عليها. الجثمان الذي يعود إلى مواطن ليبي من مدينة العجيلات غربي ليبيا تم التعرف على بياناته بعد أن عثروا على مستندات رسمية داخل ما تبقى من ملابسه المهترئة التي تآكلت بسبب شدة الحر مع مرور الزمن، حيث نشهد اللواء في بيان نشره عبر حسابه الرسمي من يتعرف على صاحب الجثمان لاستلامه. حادثة مأساوية تم التعرف فيها على هوية صاحب الجثمان في حين دفنت تفاصيل حادثة فقدانه ووفاته تحت الرمال الملقى على جنبتها.